ببركة الله نتوكل ونستعين. متابعينا مستمعينا الكرام إلى فاضل انطلاقاتنا متواصلة والتحديات مستمرة. انطلاقة شوطنا الرابع عشر الخاص باللقاية الابكار المحليات، نتابع هذه الأسماء، نتابع هذه الشعارات الحاضرة والمنطلقة والمتنافسة وبكل قوة مع انطلاقة هذه الأشواط من هنا من عاصمة الميادين. نعم أقوى الميادين واعتاها، ننطلق بانطلاقة الشوط، نتابع هذه الأسماء، نتابع هذه الشعارات. والمركز الأول شواهين على المركز الأول، حمد بن سيف بن محمد بن سيف العرياني على مقدمة الشوط وعلى صدارة الأسماء، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات وتابع هذا الشعار القادم والمنطلق على المركز الثاني الحقة سالم بن حمد بن محمد العامري، من يتقدم على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث مواري، هي المنطلقة على المركز الثالث، سالم بشطيط بن سعيد بن محمد الاكتبي منطلقة على المركز الثالث في هذه اللحظات. والمركز الرابع التقدم من الشادن عبد الله بن مبارك بن حمد النعيمي على المركز الرابع يتقدم، كسيورة عبد الله بن سلطان بن سعيد الدرعي من يتقدم على المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس أو التابع اللي على المركز الخامس مزون سلطان بن سويد بن زايد بن سويد المنصوري يتقدم بدوره على المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز السادس الشادن عبد الله بن مبارك بن حمد النعيمي منطلقا بدوره على المركز السادس في هذه اللحظات. المركز السابع أتابع الشاهينية حمد بن عوض بن زيتون المهيري يتقدم بدوره وينطلق بهذا الانطلاق وبهذا المستوى على المركز السابع. والمركز الثامن أتابع الأسماء وأتابع الشعارات القادمة في هذه اللحظات، أتابع الانطلاق المميز والجميل هنا مع هذه الأسماء. هذا شعار من يتجاوز في هذه اللحظات، شعار يبدو لي أنه شعار بخويتم، هناك من يتحرك وينطلق ولكن بنتابع القدوم بنتابع الوصول. وصلت هنالك مجرة منصور بالصير بن محمد المنصوري من يتجاوز شعاره في هذه اللحظات. هناك على المركز الثامن المركز التاسع وصلت مرموقة حمدان بن محمد بن حمد راعي الشيجة العامري، والمركز العاشر التقدم من الشاهينية محمد بن أحمد بن خزع بن هركي العامري قادم على المركز العاشر في هذه اللحظات. هذه الأسماء، هذه التحديات، هذه الانطلاقة للمراكز الأولى ومقدمة الشوط. ما زالت شواهين على المقدمة، ما زالت شواهين تسيطر على صدارة الشوط. حمد بن سيف بن محمد بن سيف العرياني على المركز الأول على صدارة هذه الأسماء يتقدم بتقدمه الكبير والواضح. نعم شعار شواهين العرياني ما زال مسيطرا على المركز الأول، بينما اللي بالمركز الثاني أتابع القدوم من مواري، مواري قادمة على المركز الثاني، مواريها واضحة يا راعي مواري بانطلاقتها الجميلة باندفاعها الكبير بموقعها المميز. سالم بن شطيط بن سعيد بن محمد الاكتبي، والمركز الثالث كسيورة عبد الله بن سلطان بن سعيد الدرعي على المركز الثالث، يقدم لنا كسيورة بهذا الاسم الكبير والتاريخي. المركز الرابع مزون وسلطان بن سعيد بن زايد بن سويد المنصوري يتحرك على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات، بدأت تهاجم مرموقة حمدان
سلام بن محمد بن حمد راعي شيجه العامري على المركز الخامس والمركز السادس من حافة. أول نداء وأول وصول لمن حافة علي بن سليم بن علي بن سعيد العامري. دخلنا أجواء الكيلو متر الأخير لهذه الأسماء ولهذه الشعارات، والقادمة مرموقة راشد بن خميس بن راشد المنصوري، والتحرك في هذه اللحظات من العزوم سالم بن عويضة بن سهيل الخيالي. ولكن خلوني بعود إلى مقدمة الشوط، بعود إلى صدارة الشوط. وين الصدارة؟ وين المركز الأول؟ مواري 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 من تنطلق على المركز الأول، مواري على صدارة الشوط. سالم بن شطيط بن سعيد بن محمد الاكتبي، ولكن راعي الشيجة قادم وراعي مرموقة. راشد بن خميس بن راشد المنصوري خطير قادم وبكل قوة، ولكن مرموقة راعي الشيجة انطلق بهذا المستوى، بهذا الأداء، بهذا العرض الكبير. حمدان بن محمد بن حمد راعي الشيجة العامري، أبناء المصانع الجنوبية يتألقون ويبدعون، ينطلقون بانطلاقات كبيرة. مرموقة 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 يا راعي الشيجة مرموقة، يا حمدان يا بن محمد يا بن حمد راعي الشيجة العامري، مالكي مرموقة. من انتزعت ناموس هذا الشوط بأداء وبمستوى مرموق، سلامي عليك يا راعي الشيجة. سلام حمدان بن محمد بن حمد راعي الشيجة العامري تاني وناموس على الفوز بالمركز الأول مع مرموقة. المركز الثاني كانت هنالك مزون أو مواري سالم شطيط بن سعيد بن محمد الكتبي. المركز الثالث مرموقة راشد بن خميس بن راشد المنصوري. والمركز الرابع كانت هنالك اللي على المركز الرابع هناك العزوم سالم بن عويضة بن سهيل الخيالي. والمركز الخامس كان دخول جماعي هنا ما بين اللي هي مجرة منصور بن صغير بن محمد المنصوري وكذلك من حاف علي بن سليم بن علي بن سعيد العامري. تانينا وناموس للجميع، وتوقيت الزمن 7 دقائق 34 ثانية أو 33 ثانية 9 أجزاء من الثانية. 7 دقائق 33 9 أجزاء من الثانية. مرموقة حمدان بن محمد بن حمد راعي الشيجة العامري، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. 7 دقائق 36 ثانية 6 أجزاء من الثانية اللي حلت بالمركز الثاني مواري سالم بن شطيط بن سعيد بن محمد الكتبي. والمركز الثالث 7 دقائق 36 ثانية 9 أجزاء من الثانية اللي كانت على المركز الثالث هي مرموقة راشد بن خميس بن راشد المنصوري. تهانينا والناموس للجميع.